تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، نحييكم أينما كنتم لنعود بعد غياب لأسبوع كامل ونقدم لكم حلقة جديدة ومتجددة كالعادة من برنامجكم الأسبوع الكروي مع البطولة على قناتكم الفضائية تيليماروك. القطار كالعادة يجوب محطات المدن بحثا عن من تألق وفاز وللصدارة اقتنص. الوداد البيضاوي اكتفى بهدف وحيد وثمين في الكلاسيكو ضد الجيش الملكي على أرضه وأمام جماهيره. أما الرجاء البيضاوي الغريم لم ينجح في العودة من واتزم بفوز واكتفى بنقطة وحيدة لحساب مؤجل الجولة السابعة. في الحلقة أيضا مؤجلان عن الجولة الرابعة بين الحسنية ورجاء بن ملال. هذا الأخير تكبد خسارة أخرى ثقيلة بالثلاثية أمام الضيف السوسية. في المقابل أجبر الدفاع الحسني الجديد نهضة بركان على التعادل معه على أرضه وأمام جماهيره. لقاءات متعددة وحلقة جديدة قبل تفاصيلها كالعادة، إليكم أبرز عناوين. وفي العناوين، الحسنية يكرم شباك مضيفه رجاء بن ملال بثلاثية لواحد ضمن مؤجل الجولة الرابعة. التعادل السلبي ينهي صراع الرجاء البيضاوي ومستضيفه سريع واتزم لحساب مؤجل الجولة السابعة. وضمن الجولة ذاتها كلاسيكو الوداد والجيش الملكي يمنح 3 نقاط لزملاء بديع أوك وصدارة للبطولة ب16 نقطة. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه عناوين حلقة اليوم. يمكنكم كما العادة التواصل معنا من خلال إبداء آرائكم، استفساراتكم، ملاحظاتكم الإيجابية كانت أم السلبية عبر موقع التواصل الاجتماعي في صفحتنا الخاصة على الفيسبوك. ودائما قبل الخوض في أول فقرة من البرنامج بعنوان واجهة اليوم، يسعدني باسمكم أن أرحب بضيوفي الكرام، وأبدأ من يميني كالعادة مع الإطار الوطني سي مجيد الخالي، غاب علينا هذه مدة. سي مجيد مرحبا بك. مرحبا أخ رضوان، مرحبا مشاهدي التليماو. ويسعدنا أيضا مشاهدينا الكرام أن أرحب بالإطار الوطني سي منعم محمد بدوره أيضا كان غائب علينا المدة. سي منعم مرحبا بك وشكرا لك على تلبية دعوة البرنامج. أهلا سي رضوان، مرحبا سي مجيد الخال وجميع مشاهدين قناة تيليماروك. هذه مدة في الكواليس كنا كنتحدثوا أنك ما تلاقيتش مع الزميل والأخ والصديق والمرح سي مجيد الخال. احنا الآن لقي لكم فرصة وحلقة جديدة من برنامجكم مع البطولة. إذا مشاهدينا الكرام، نبدأ أول فقرة من البرنامج بعنوان واجهة اليوم. طيب، قبل الحديث عن لقاء يعني من لقاءات البطولة الوطنية الاحترافية، وكنا كنناقشوا في الكواليس سي منعم وسي مجيد الخال انه البرمجة ربما اول حلقة خلال هذا الموسم، او لا على ما اظن اول حلقة خلال 3 سنوات من عمر البرنامج غنتحدثوا على لقاءات هي مؤجلة وغير رسمية. الان كنشوفوا البطولة الوطنية في حالة يرثى لها بين قوسين، لاننا ولينا كنشوفوا كتلعب لقاءات مؤجلة عن الجولة الرابعة، والان دخلنا احنا في الجولة 9 عام البطولة الوطنية الاحترافية. ناخذ رأي كل واحد قبل ما نهضروا على أول لقاء اللي جمع بين فريق رجاء بن ملال وفريق حسنية أكاديمية. دمك سي مجيد. كنت بغيت تلعب شي تظاهرات يعني اللي كتكون قارية وعربية، خاصك مخطط لها. صحيح. حنا طحنا أول مشكل اللي طحنا فيه هو أنه كان واحد الرطار ديال بداية ديال البطولة، يعني أنه كون بدينا بكري ما كناش غنطيحوا في هذا المشكل. صحيح. تعطلت البطولة ما فيه الكفاية، ولينا دابا كنعيشوا بزاف ديال المؤجلات. تكاينين دابا مثلا رجاء الوداد بركان حسنية أكاديمية، اللاعبين ديالهم عندهم ماتشات فرج اليوم، عكس الفرق اللي ما كتشاركش في كيبقاو بحال مثلا هذيك النهار الاخر يبقى شهر ما لعبوش. شنا دابا برشيد شنا يعني حتى الزمام راه ما لعبوش هذه السيمانه، يعني هادو هما اللي كيلقاو مشكل باش يلقاو هذاك يلقاو التنافسيه ويلقاو الريتم، لانه انت كدير واحد البروغرام ديالك في ديال قبل الموسم التدريب ديال 6 ديال 7 اسابيع باش تدخل الموسم، انك غتولي واحد المباراه مسلسله باش تجيب الريتم. انت كدير 6 الاسابيع كتبدا ماتش واحد عاوتاني بحال كتكمل البريباراسيون بحال كتلعب هذاك الماتش الاول ديال البطوله غير ماتش اميكال، يعني هذا هو المشكل اللي غيطيح فيه. حنا الفرق ديالنا بغاو يشاركوا افريقيا، يعني شرف الكره القدم المغربيه اننا نشاركوا، ولكن خاص التحمل. بحال دابا لعبتي نهار الاحد خاصك تلعب الاربعاء، خاص تكون اوبليغاسيون، ماشي الا كان شي تساعد مره الا كان شي سفيره طويله ولا شي حاجه بحال هكا. إيه، ولكن ما حدنا حنا كنلعبوا كاس العربيه كاس الافريقيه كاس عرش كاس البطوله، خصنا نتحمل هذه المسائل، وخاص حتى التركيبه البشريه تكون مساعده انك تشارك على عده واجهات، لانه بحال دابا كتشوف الاصابات اللي بحال لاعبين الرجاء لاعبين الوداد هما كيلقاو مشكله، بحال مثلا شوفوا واتزم مع الراجل بالامس انه عده لاعبين ديال فرق الرجاء البيضاوي شي مصاب شي عنده معايا، يعني انت ما عندك بغيت انت حنا في الاحتراف دابا ما مسمحش لنا اننا
نتحدثوا على مقابله في 72 ساعه، خاص دابا في لجنه البرمجه خاصها تفرض على الانديه وسيرتو اللي مشاركين في يعني في منافسات الافريقيه انهم يتحملوا كامل المسؤوليه ويلعبوا لقاءات. ناخذ راي سي منعم محمد، وكتكمله للمقال مجيد الخال، كنا كنعانيو ربما الا تذكرتوا معايا في اللقاءات ديال كاس العرش ذهابا وايابا، الان كنشوفوها في هذا الموسم لاول مره كتلعب مسابقه ديال كاس العرش في مباراه واحد، يعني ما كاينش ذهاب واياب، هذا اللي غيقلص ربما المده ديال هذه المسابقه. وحنا كنشوفوا فريق الاتحاد البيضاوي توج بها على حساب فريق حسنيه اكادير، وخلاو ربما الفرصه للفرق الاخرى اللي مشاركه افريقيا انها تستغل يوم الثلاثاء ويوم الاربعاء باش تجرى فيه اللقاءات المؤجله على الاقل باش تلعب المباريات الرسميه. الان هذه القضيه ربما ما كنشوفهاش سي منعم خلال هذا الموسم الدولي. هو كتكمله الاشياء اللي تكلمنا عليها في الاول. نعم. فالبرمجه والفرق، يعني الفرق كتهافت على انها تشارك في مشاركات اما افريقيه او عربيه، يعني كتحاول ما امكن انها يعني تحتل المراكز الاولى باش تشارك في هذه المنافسات. اذا ملي كيكون هذا يعني كتكون هاد الرغبه هذه عند الفرق، خص يلتزموا مع الجامعه، والجامعه يعني كتمشي على البرامج ديالها اللي ما يضيع حتى فريق. دابا كنشوفوا فريق اللي وصل 9 دورات، وكاين فريق اللي يلاه عنده 6 دورات، وصل 6 دورات وخمس دورات، يعني حتى المدربين كيلقاو مشكل، المدربين ديال الفرق اللي ما مشاركاش، يعني اللي كتاجل لهم مباريات، لان عندك الفريق اللي كتوجدوا اسبوع، يعني العامل او الحافز اللي كيخلي لا موتيفاسيون عند لي جوار ولا عند المدربين هو نهايه الاسبوع يلعب المباراه. ملي ما كيلعبش المباراه يعني كان يعني كيعيد الاسبوع ما كي يعني الاسبوع اللي من بعده كيعاود كيستعد المباراه وكيعاود تسجل ولا تقدر الى لقى الفرق اللي غادي يواجهها مثلا حبيا مباراه وديه فما كاينش مشكل. ولكن لان المباراه الرسميه ماشي هي المباريات الوديه، زائد على هاد الفرق حنا 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 كنقولوا المنظومه الكرويه اننا حنا في منظومه كنتكلموا على الاحتراف. الاحتراف هو ذاك اللاعب يعني الممارسه ديالو اليومي او العمل ديالو هو كره القدم، يعني ما عندوش مشكل ديال سور شارج، ما عندوش مشكل ديال غير يكون مباراه خصو بزاف ديال الوقت بور لا ريكوبيراسيون، يعني هذا ما خصوش يكون، لان كنشوف بطولات في المستوى العالي كيلعبوا الاثنين كيلعبوا الاربعه كيلعبوا الخميس كيشارك في البطوله، بعض المرات حتى انت ما كتفهمش شنو واقع، كيلعب نهار الاربعاء كيبان لك البطوله راه ثاني كتخونسمي المباراه. دونك هنا كيردنا ان التشويق ديال البطوله ما كيبقاش هذاك الحماس اللي بغيناه، يعني كتشوف فرق دابا كما كنا كنتكلموا في الكواليس على ان فرق اللي محتله مثلا المراكز الاخيره اللي ربحت اجل المباريات كتولي مع الفرق في المقدمة. نعم. يعني هذا واحد العامل سلبي بالنسبة للبطولة الوطنية، لأن خص البرمجة وخص الفرق المشاركة في البطولة إما العربية أو الإفريقية يعني تلتزم بالمباريات، يعني مابقاش كما كنا كنتكلموا على أن كثرة المباريات مبرمجوا لنا ولاعبين شاركوا في البطولة الإفريقية وغادي يلعبوا مباراة، يعني هذا التأجيل ما خصوش يبقى باش نعطيو فرصة للفرق الأخرى، باش نعطيو الفرصة للمدربين. وأخير مثال سي منعم هو ما وقع الفريق رجاء بن ملال اللي واجه فريق حسنية أكادير، اللي ربما هذا الفريق اللي عنده تجربة على المستوى الإفريقي، وكيف بلغت الكرة كنقولوا دار ماتشات في رجليه، ربح اول لقاء مع محمد فاخر، والان في البطوله الوطنيه اكتاز شباك فريق رجاء بن ملال اللي ما عمره فاز في اي لقاء، خسر 7 لقاءات وتعادل واحد اللي عطاه نقطه واحده. حيت هذاك التاخير ديال المباريات بالنسبه لرجاء بن ملال وفريق اللي صاعد، يعني فريق لو انه تحت ليه الفرصه ان اللاعبين ديالو يلعبوا المباريات كجميع الفرق اكيد غادي يدخلوا في الجو المنافسه، لانهم دخلوا في واحد لو سيركل كما كنقولوا نوار ديال لي ديفيت، كيكونوا لاعبين يعني متحمسين بدايه المباراه، ولكن في الذهن ديالهم انهم كيتكلموا على الا تسجل علينا هدف غادي تسجل علينا هدف، كيولي عندهم مشكل، يعني ملي كيسجل هدف انا لاحظت كتلاحظوا ملي كيسجل هدف يعني اللاعبين كلهم مدمرين، يعني ولات عندهم ذاك الهاجس او ذاك الخوف، يعني ولات عندهم شي حاجه ذهنيه، يعني لاعبين كيستمروا مثلا واحد المده زمنيه وهما كيدافعوا كيلعبوا بواحد لو ريتم مزيان، ولكن غير كيتسجل عليهم الهدف كينهار الفريق كامل، حتى كيفقدوا الثقه في نفوسهم، ما كيبقاش رده الفعل، ما كتبقاش ديك رده الفعل ديال الفريق لو انهم عندهم مباريات
يعني داروا مباريات فرج لهم اكيد غتعطي فرصه حتى للمدرب، المدرب يصلح الاخطاء ديالو، لان مباراه من مباراه ما كيتشابوش بعضياتهم المباريات، كيديروا اخطاء كتبغي تصلحهم يعني في التدريب باش تشوف رده الفعل وتشوف فين وصلنا في الفريق فين وصل في المباراه اللي بعد. نعم، ربما هنا العامل الذهني كيلعب دور كبير سي منعم، ونظرا لان فريق رجاء بني ملال تعاقد مع المدرب الجديد سي عزيز عمري ما كانش ربما يعني ما تفوقش في اللقاء ديالو الاول امام فريق حسنيه اكادير اللي قلت في الاول انه عنده تجربه كبيره في المسابقات الافريقيه، ربما اللقاء ديال حسنيه اكادير نقدروا نقولوا بانه هذا الاخير يعني ما نقولوش استصغر من الخاص ولكن استغل الظرفيه اللي كيمر منها حاليا فريق رجاء بني ملال بالنسبه لنتائجه في الدوري الوطني هذا العام. شفنا المقابله اللي اجرى فريق بني ملال مع طنجه، كانت مقابله جيده، كان احتكار ديال الكره كما كانتش نجاح، النجاح في كتكون هي في 30 متر الاخيره. المشكل ديال اللاعبين ديال رجاء بني ملال كما عندهم فكر يعني انهزامي، ما بقاوش انهم كيفكروا انهم يعني تحبطوا، ما بقاش عندهم الثقه في النفس لانهم انت كتكري لي زوكازيون. كنا داروا لاطاك بلاسي، حنا كنعرفوا عزيز عمري كيتقن لاطاك بلاسي، واخا اسبوع ما يعرفوش الابجديات ديال لاطاك بلاسي بشكل وجيد، ولكن بالك بانه الفريق تبدل ولا نوع من يعني ولا الطريقه ديال اللعب، ولكن في كي وصلوا امام المرمى ما بقاش النجاح، ما كانش النجاح لانه ما كناش الثقه في النفس. انا كيبان لي اختيار ديال عزيز عمري واش فكروا فيه المسؤولين ديال رجاء بني ملال قبل التعاقد، لانه حنا كنعرفوا عز عمري كان خد تجربه مع مغرب تطواني اللي كان يعني كان تجربه جيده جدا. مشى للحسيمه لاول مره كمنقد، لانه يعني كان شباب الحريف الحسيمي كان كيتخبط في المراتب الاخيره، وجا عز عمري وتمكن انهم يتفادوا السقوط حتى لاخر دوره. وشنا دابا هاد يعني في هذه الفتره اللي جا فيها عز عمري كنعرفوا انه ربما تكون المهمه نفسها اللي خاصها تكون الفكر، لانه دابا في هذا الوقت خصك تجمع النقاط، ما خصكش طريقه اللعب، لانه حنا كنعرفوا من المزايا انك ديال لاطاك بلاسي انك كتستحوذ الكره بشكل كبير، وانك ديما كتخلق الكثافه العدديه، ولكن بار كونتر الا كان عندك دفاع كان اللي عند رجاء بني ملال وكشنا الاخطاء الكارثيه اللي ديال الدفاع اللي ديال حارس المرمى غتعذب كثير، لانه كما قلت لك كتجي فريق انه كيتفادى الصعود خاصك دير العمل بانه اول حاجه ما تاونكيسيش. شوف دابا حنا شحال من الاهداف تسجلوا على فريق بني ملال، ورجعت الفيديوهات ديال المقابلات شفت كل البيبار اخطاء دفاعيه قاتله في فوت ديال الماركاج. دابا العمل اللي غيقوم به العام يبان لي غيتكرفس، لانه غير محظوظ انك تجي فريق وبين قوسين غفتح قوس، لانه احنا الفروق اللي كيكونوا لاعبين على الصعود للدرجه الاولى واش كيكون عندهم دي زوبجيكتيف، لانه لا اللاعبين احنا ما كنقلوش من اللاعبين ولا مستوى ديال اللاعبين رجاء بني ملال، ولكن كاين لعابه حريفيين اللي يدير بريمير ديفيزيون. نورمال واش السؤال اللي كنت غنوجهو لسي منعم دائما نجي الخال كيسبقنا لهذه المساله هذه، هي واش رجاء بني ملال اول سؤالي واش نحكموا عليه من دابا سي مجيد وسي منعم اننا نحكموا عليه بالسقوط المبكر، لاننا كنشوفوا ثمانيه لقاءات خاضها تعادل واحد نقطه واحده ويعني وسبعه هزائم دون فوز اي لقاء. رجاء بني ملال تعاقدات اولا ما استغلش ربما الفرصه باش يتعاقد مع لاعبين اللي عندهم تجربه في البطوله الوطنيه باش ربما يعني يكتسب او يربح ذاك الريتم، لانه اكيد اللقاءات اولا المستوى او الريتم ديال البطوله الوطنيه في قسمها الثاني ماشي هو ايضا في القسم الاول، كتواجه فريق الرجاء فريق حسنيه اكادير نهضه بركان وايضا الوداد اللي عندهم تجربه كبيره في يعني في المنافسات الافريقيه. رجاء بني ملال واش خصو يستغل الفرصه في الانتقالات الشتويه ويستخدم لاعبين جداد وبدورهم، واش هاد اللاعبين سي منعم غيرضاو انهم يجيو الفريق اللي مهدد ربما باكرا سقوط القسم الوطني؟ ولكن اذا نتكلموا على جلب لاعبين اصلا فين هما هاد اللاعبين؟ اكيد مجيني، لان الفرق اللي كنتكلموا على دابا الفرق قويه عندها مشاكل في الميركاتو الشتوي، كتقلب تيها على لاعبين في مستوى من العيار الثقيل، لان غنقولوا الوداد الرجاء والحسنيه اللي وبركان يعني اللي مشاركين في البطولات الافريقيه، فهم يعني في الفتره هذه يعني حتى هما باغيين يعزوا التركيبه البشريه ديالهم باش يمشوا بشكل اقوى. ملي غيسالي لا كوب دافريك والبطوله العربيه غتولي الانظار متجهه للبطوله، اذا كيفاش غنواجهوا البطوله؟ خصنا ثاني لاعبين من العيار اللي عندهم تجربه. صحيح. بالنسبه للفريق ديال رجاء بني ملال، التواجد ديالو في القسم الوطني الاول يعني بحال ما خداوش بالشكل استعدادات لا من الطاقه البشريه ولا الامكانيات، لان الفريق ملي كيطلع لواحد المستوى القسم واحد القسم شويه كيكون فيه التجربه من الاول خص يكونوا لاعبين
يعني يكون واحد لي بيلي كما كنقولوا واحد الركائز ديال الفريق اللي عندهم تجربه ويمكن ابناء المنطقه لانهم عندهم ابناء المنطقه اللي كانوا في فرق مثلا يستعنوا بهم على ما يوجدوا الفريق لان الفريق كما قلت دخل في دوامه ديال الشك دابا تجيب اي مدرب تجيب اي يعني خصو الا تكلم مجيد على المساله ديال العز العامري الا بغى يدير واحد لو ديسبوزيتيف دو طرافاي واحد لو سيستيم اللي يقدر يحد به خصو بعدا اللاعبين واش قادرين يتماشاو معاه في هذاك النهج التكتيكي ديالو لان اي مدرب كيجيب خطه عمل جديده كيجيب لاعبين ربما لاعبين اذا المشكل كيبقى في هاد اللاعبين اللي موجودين الان لان اغلبيتهم ما كانش عندهم تجربه الا في اقاليل ما كانش عندهم تجربه كانت تجربه في الهوات تجربه في القسم الوطني الثاني ولكن في القسم الوطني الاول كتختلف بزاف ديال الوضعيات اذا عندهم مشاكل دفاعيه خصهم لاعبين اللي عندهم تجربه في الدفاع عندهم مشاكل هجوميه لان النجاعه الهجوميه ما كيسجلوش اهداف اذا كاين مشكل خصهم لاعبين تمرسين كيفاش غادي الربط ما بين الدفاع والهجوم خصنا لاعبين او لاعب اللي يمكن له يعطينا اضافه او يكون هو الربط اذا هادو مشاكل كتخبط فيهم زياده على النتائج اللي ما كتسمعش لان كل ما كدوز دوره الا وكيضيعوا نقاط فهذيك النقاط صعيب عليهم مثلا في الشطر الثاني للبطوله صح يرجعوا وهذا اللي كيدخل حتى المدرب يعني داك لا موتيفاسيون ديالو انه ما يعني حتى ربما العمل ديال المدرب اللي هو عزيز العامري كيكون مضاعف كيكون عمل اللي هو كمدرب كيعطي الخطه وكيدرب اللاعبين وايضا اللاعبين الحاجه اللي تقدر تريحهم هو واحد جوج انتصارات الا كان ممكن ان انتصارات تعطيهم شويه على الثقه اللاعبين انهم ما يبقاوش حتى دابا اللاعبين كتحس بهم داخلين من محبطين يعني كتشوفهم حتى هما كيشوفوا الكالندري مع من اللاعبين مباراه عندنا مأجله يعني كيقولوا مع يعني غير كاع المباريات مؤجله للفريق الرجاء ملي غتكون اما مع فريق الرجاء او فريق الوداد او فريق حسنيه اكيد يعني هنا المهمه ربما غتكون صعبه على فريق الرجاء ملي كنتمنوا ليه التوفيق وكنتمنوا ليه ايضا كيف قال السي معين انه يحقق على الاقل انتصارين باش يوازن ربما في يعني حتى المستوى ديال البطوله الوطنيه ما كاينش واحد يعني كيف قلنا في الاول الا ربحتي جوج ماتشات اولا مباراه وحيده غادي تصعد للمركز الاول الظروف هذه اللي كاينه يعني كلشي ممكن يعني في الظروف هذه يعني ما بعدوش لان كاين مباريات يعني كاين مباراه اللي باقي عنده بزاف ديال المباريات الا تلعبوا مباريات مثلا مؤجله تما غادي توضح لك الرؤيه فهمتيني وكل شيء ممكن في كره القدم حتى تقنيا في المقابله كان باش ما نخصوش العمل اللي قاموا به اللاعبين ديال فرق رجاء بني منال الشوط الاول دوزوا شوط ممتاز لانه الخطه اللي لعب بها عز العامري انه كيعمر لي ميليو تيران وكيبغي حتى لي زاريال لاطيرو باش يطلعوا باش يبداو يعطيو الكثافه العدديه حتى فاخر فاهم اللعب ديال العامري لانهم واجهوا بعضياتهم يعني بكثره مباراه دفاع الحسين الجديدي ونهضه بركان انتهت بالتعادل الايجابي هدف في كل شبكه كيف قلت في الاول لو فاز احد الطرفين في هذا اللقاء كان غيتصدر البطوله هنا كنرجعوا دائما المساله ديال المستوى لاننا كنا كنشوفوا فريق الدفاع الحسين الجديدي كان في الاول كي يعني كيتنافس على الصداره ديال البطوله بعد ما كان فريق المغرب التطواني هو المتصدر الوداد فاز امس امام فريق الجيش الملكي في الكلاسيكو وحقق الصداره نهضه بركان كذلك لولا المنافسات ديالو الافريقيه ما كانش غيكون هذا اللقاء مؤجل عن الجوله الرابعه على عموم قراءتكم للمباراه نهضه بركان دفاع الحسين الجديد تعادل ايجابي هدف في كل شبكه بدا ماكسيموني هي كتبقى المباراه في حد ذاتها بين فريقين يعني متمرسين لاعبين في المستوى مدربين يعني الاشتغال ديالهم واضح يعني بين على الفريقين كنظن التعادل مرضي للطرفين لان الفريقين يعني كما قلت لك انا لاعبين في المستوى الكبير عندهم تجربه عندهم خبره عناصر متمرسه في المنتخبات الوطنيه كنظن على ان يعني كل فريق كان كيمني والاخص الدفاع الحسن الجديدي يعني كان كيمني النفس لان التصريحات ديال المدرب يعني كانوا كيمنيو النفس انهم يحققوا واحد النتيجه اللي تخول لهم انهم يتربوا على الكرسي ديال الصداره ولكن كره القدم يعني كما سجلوا هدف يعني خطا يعني كرات ثابته فكانت رده الفعل ديال فريق الدفاع الحسن الجديد في المستوى الكبير وحاولوا يجيبوا نقطه من البركان نقطه ثمينه لفريق الدفاع الحسن الجديد وايضا فريق النهضه البركانيه هنا غنرجعوا للمسابقه او للمشاركه عفوا ديال فريق النهضه البركانيه سمجيد ربما ما اثرتش عليه تعادل مع امام زاناكو رجع بنفس جديده رجع بمستوى ويعني واجه فريق الدفاع الحسن الجديد ندا للند ونقطه ثمينه للطرفين مشوش حتى المجيد سكيتيوي خدم بدقه مع المجموعه ديال
الفريق ناتبر كان، لانه في الدابير الجعواني احنا كنعرفوا كيكون التغيير ديال الطعام تاعنا كيكون نوع من الديكليك. نعم هي المصطلح العجيب جاز كيتيوي بان لي كمل العمل اللي كيقوم به الجعواني سيرتو في لانيماسيون ديفونسيف، لانه صعيب باش انك تسجل الفريق ناتبر كان فضل انه كيلعب لي كات ديفونسور قدامه دو ميليو تيران يعني ديفونسيف كيبان لك واحد البلوك اللي صعيب انك تخترقه. صحيح الترسانه ديال اللاعبين والمكتب المسير ديال مشكور لانه وفر الجميع الظروف مواتيه لا من يعني موارد ماليه حتى موارد بشريه انه حضر انه يستقطب لاعبين سيرتو الافارقه اللي كي ديما كيجيو البركان كيكونوا كيبسموا على مواسم جيده. راه شفنا يعني لا باكوجو الموسم يعني الجيد اللي كان حداه في المغرب وشنا يعني البطوله يعني حتى اللاعبين الافارقه اللي كاينين كيتواجدوا الان في نهضه بركان حتى هما كيديروا الفرق، بالاضافه الى انهم حافظ على انه نفس اللاعبين اللي كانوا كيلعبوا مع الجعواني نفس اللاعبين اللي كيلعبوا دابا مع طارق السيتيوي. نرجع لانا الزكي العمل ديال الله بدا كيبان ديالو تاو في سيرته التصرامات التكتيكيه ديالو، لانه كما كتشجج هذاك الهدف من ضربه ثابته وخطا ديال الحارس في ارجاع الكره، لانه نورمالمون الكره كترجع الجناب هو رجع الوسط، وتا الدوزيام بالو ما كانوش اللاعبين ديال الفريق الفريق ديال الدفاع الحسني الجديد، وكان تكلم على الزكي في الندوه الصحفيه ما كانش غتسجل على فريق الدفاع الحسني الجديد، لانهم كانوا كانت مقابله تكتيكيه، وكانت مقابله نفس الشيء اللي هضرنا على بني ملال واكادير كانت مقابله ملعوبه في وسط الميدان، وتا ذاك التحول السريع كنا كنشوفوا بزاف، كنا محاوله هنا محاوله هناك، رغم انهم ما اختبروش الحراس بشكل كبير، ولكن كانت كيبان لك بانه كان واحد الاندفاع بدني، هذا الشيء اللي كنعرفوا عليه يعني المدربين بجوج. مقابله كانت جميله، حضور جماهيري اللي هو مزيان، كنتمنى ان فريق نهضه بركان انه يسير في الايقاع ديالو، لان جينا مقابله سيرتو في المنافسه الافريقيه باش يبصم على الموسم كما بصم على الموسم الماضي. نعم لقاء فريق الدفاع من واحد الفكره ديال السي مجيد على بالنسبه لنهضه بركان، فالفريق يعني ما تغيرش ما كانش فيه تغييرات بالنسبه للتشكيله يعني حافظوا على المكتب او المدرب طارق السكتيوي. المساله اللي عطاتهم واحد الاضافه هما ان المشاركه ديالهم في 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 البطوله الافريقيه خلقت لهم فريق بطبيعه الحال عطاتهم هبه لان يعني فريق نهضه البركان ما كناش كنشوفوا سي منعم يعني في ثلاث سنوات الاخيره ما كناش كنشوفوا ربما فريق نهضه البركانيه كتعطاه هذه الهبه، يعني اي فريق كيلعب ضده كيعطي الف حساب. الفريق يعني وجد لنفسه مكانة ضمن الكبار، هذه المصطلح اللي كاين. طارق السكيتيوي بحال لقى الارضيه موجوده يعني اللاعبين، المساله اللي ضاف واللي كمل عليها لانه ولات عندهم ديك لا ترانزيسيون ولاو كيديروها مزيان. الفريق ديال البركان ولات عندهم لا ترانزيسيون كدار بواحد الشكل مزيان، يعني صعيب باش تسجل عليهم، ولا سجلتي عليهم كي ديكروشيو داك الاصابه اللي سجلت عليهم بلا فيكتوار. ومساله اخرى ان ملي كتضيع عليهم الكره كيسترجعوها بسرعه، يعني كيخلقوا مشاكل للفريق الخصم، لان اللي كيلعب مع بركان دابا اللي كتلاحظ فيهم ان اللي كيلعب مع الفريق ديال بركان عنده مشكل ملي كيكون اون بوزيسيون دو بالون، يعني كيكون هو الحامل الكره، يعني كيكون عند الكره عنده كيكون عنده مشكل لان لي سباس دوك المسافات ما كيلقاش منين كتكون قصيره، لان فريق نهضه البركان ربما كيدير الضغط على الادفيرسير. والمساله الثانيه ديال اللاعبين الاجانب كينجحوا بركان، لان اصلا اللي كينجحهم هو ما كاينش ذاك الضغط بحال الفرق كاين الفرق ديال الدار البيضاء ولا ديال الجيش ولا ذاك الضغط الجماهيري، لان فرق كبيره ديما كتسنى لاعبين يعني الاداء ديالهم المردوديه ديالهم تكون في المستوى الكبير. اكيد ملي اللاعبين كيمشيو تما ما كيلقاوش ذاك الضغط يعني كيتاقلموا شويه بشويه كيولي الاسم ديالهم بارز. نعم جميل. قبل ما نمروا للقاء فريق سريع وانضموا الفرق ديال الدار البيضاء كيف اكد سي منعم وسي مجيد الخال ايضا لحاضرين معنا في حلقه اليوم، فاصل قصير مشاهدينا الكرام ثم نعود لمواصله النقاش. طيب نبداو باول لقاء فريق الرجاء الرياضي البيضاوي وفريق سريع واتزم، مباراه اللي جمعتهم بالملعب البلدي الواتزم، تعادل سلبي بين فريق الرجاء وفريق سريع واتزم، المباراه اللي شهدت عدد كبير من المحاولات من قبل فريق الرجاء البيضاوي ابرزها ضربه الخطا المباشره ديال سفيان الرحيمي اللي نابت على عارضه محمد عاقد. قراءتكم لقاء سي مجيد مباراه اللي كانت ربما تخرج نتيجه اكثر
من هدف الفريق الرجاء الرياضي البيضاوي؟ في الاول كاع الرجاويين ما كانوش كيتكانوا بالمستوى اللي كان غيظهر به فريق الرجاء البيضاوي في هذه المقابله، لانه بنظرا للتشكيله اللي كانت فيها عده شبان من الفريق، وهذه حاجه ايجابيه اللي كنهضروا عليها، لانه اقحام لاعبين شباب خص يكون ضروري وحتمي، لانه ما حدك انت كدير فورماسيون وما حدك عندك لي جون، خص ضروري بان في كل سنه نشوفوا ثلاثه الاربعه لاعبين كيتانتيغراو في ليكيب بريمير باش نعرفوا بانه كاينه استمراريه ديال العمل. وكاين البديل بالفعل، لانه محسن متولي وعدد اللاعبين كانوا غائبين في الفريق، لانه اللي شريتي لي سيمجيد في الاول. هذه الحاجه اول حاجه علاش تحطوا اللعابه، كاين الاصابات وتا سانتيتيك، لان الملعب الصناعي ما ماشي من جيد، وما كاين بعض اللاعبين فرق الرجاء البيضاوي ما كيجيدوش اللاعب بحال اللاعب بن حالي، بلا اللاعب بانو حافظ اللي راجع من اصابه، ما يمكنش انك تلعبوا في يعني ملعب اصطناعي، هادو كيتسمى بحال غيابات اضطراريه. ولكن الفريق الرديف ديال فريق الرجاء البيضاوي قبل البلاء الحسن تمكن انه خرق يعني كرات كثيره، تمكن انه كما قلتي ضربوا كان واحد جوج فرص، الفرصه الاولى يعني كانت ضربات عارضه جوج مرات، والفرصه الثانيه ديال خطا ديال الرحيمي اللي كان في النهار ديالو كانت فريق الرجاء البيضاوي يفوز بثلاثه ولا اربعه اهداف، فريق وتزم حتى هو كان كيدار عده محاولات وكان نيت قوي، كانت مقابله جديده بحضور جماهيري اللي هو متميز، ما كيبانش بانه فرق ما بين فريق الرجاء البيضاوي في هذه المقابله ما بين وتزم ولا فريق الرجاء البيضاوي سيتو في وسط الميدان، لانه كانت كره جميله، لا كانوا يعني الكرات اللي كانت ما كانش الكره اللي كيتلعبوا ديريكت اللي كي اليمينيو الميليو تيران كيبان الكره كتبقى غادي جي، لا كان الكره كتحط الارض، كنا كنشوفوا يعني هجمات لا من هذا الفريق ولا من هذا الفريق، يعني مقابله كان استمتعوا بها الجمهور، كانت خاصها الاهداف باش تكمل الجماليه، ولكن برافو اللاعبين سيرتو فريق الرجاء البيضاوي الشبان، وكنقول بان فريق لا خوف على فريق الرجاء البيضاوي في ظل هذا الشبان اللي عند الفريق. نعم، وبرافو حتى الفريق سريع وازم، لانه الفريق اللي كان وقع في مشاكل على المستوى والتدريب، لانه يعني حسن بن عبيشه والان مشى وجا مدرب جديد باش تخوض معركه اللي كان بين قوسين، لان معركه حقيقيه ضد فريق الرجاء البيضاوي رغم عدد من اللاعبين اللي كانوا غائبين. وتحيه بالمناسبه للمدرب فريق الرجاء جمال السلامي لاقحام العدد الكبير من اللاعبين الشباب، وهذا اللي ولينا كنشوفوه هو اللي غيساعد ربما الفريق انه يخوض اكثر من مباراه خلال اسبوع واحد، ما نبقوش نشوفوا مباريات مؤجله، لانه كاين البديل كيف قلت لمجيد في الاول، الى غاب محسن متولي كاين لاعبين اخرين اللي قادرين انهم ينافسوا بشكل اللي كينافسوا به الرسميين ديال فريق الرجاء البيضاوي. قراءتكم اللقاء ككل تقنيا، كيفاش بان لكم المباراه، وايضا الفريق سريع وازم اللي كان لاعب بخطه دفاعيه اكثر ما هي هجوميه نظرا لانه الخصم كان قوي اللي هو فريق الرجاء. اول نقطه هي كما قلتي سي رضوان بالنسبه لشدوا بحراره على يد سي جمال سلامي، لانه كنعرف العقليه ديالو، يعني المدربين اللي كيكونش عندهم داك التخوف من اقحام لاعبين شبان، لان كيوجدهم يعني كيعطيهم فرصه وكيوجدهم انهم يدخلوا المباراه وكيحسسهم بانه كيتحمل المسؤوليه في اي حاجه، هذا كيعطي واحد الحافز. الا غنتكلموا على المباراه ديال امس، يعني من خلال النظره الاولى كيبان لك كاين لاعبين شبان مع مباراه ديال الفريق اللي فريق يعني سريع وتزم، يعني في المباريات ديالو داخل الميدان يعني فريق كيكون قوي كثير. زياده على هذا كما قلت لك تغيير المدرب كما كنا كنتكلموا في الكواليس على الديكليك، تغيير المدرب وحفاظا على تقريبا نفس العناصر ديال الفريق اللي كانت السنه اللي مرات هي اللي كاين. زياده على هذا ان الفرق اللي كتلعب مع فرق رجاء الوداد الجيش الملكي اكيد دوك الفرق كتكون في المستوى الكبير لانك كتبغي تنافس وتفوز على الفريق. كيكون الملاحظه ان هاد اللاعبين لانك تعرف الفتره ديال الانتقالات الشتويه يمكن ما يكونوش دي ريكروتمون يعني بالنسبه للرجاء في هذه الفتره، يمكن اذا الخلاف ما غيكونش، اللهم نشوفوا ابناء الفريق نعطيهم فرصه لانهم يمكن نستعنوا بهم في المباريات اللي جايه. وهاد اللاعبين تعطاتهم فرصه وفعلا برهنوا على انهم لاعبين يقدروا يتحملوا مسؤوليه داخل الفريق. اللي كيبقى من الجمهور انه يتعامل مع هاد اللاعبين ومع الفريق بواحد الشكل اللي يخلي هاد اللاعبين يكبروا، لان الا كنشوفوا سفيان الرحيمي الا دخلتي وسط المجموعه كيبان نفس بحالو بحالهم، غير هو يعني تعطاته فرصه انه فرض الوجود ديالو. صحيح ولا عنده اسم. نعم. حتى هاد اللاعبين مع مرور المباريات، لان المباراه ديال البارح اظهرت على ان هاد اللاعبين قادرين تحمل المسؤوليه رغم ارضيه الملعب اللي ارضيه، وانا كنعرف العقليه ديال اللاعبين ديال الرجاء يعني في
كيبغيو ديك الارضيه يعني تكون من الجيده يعني كيبدعوا فيها لانها تقنيا ممتازين. البارح كان امام فريق يعني ديال واتزم اللي كان منظم بشكل وكان كيحاول يباغت فريق الرجاء يعني بتسجيل واحد يعني الهدف يعني كيعتمد ربما على الهجمات المرتده لكن النتيجه كانت منصفه نقول التعادل ولكن الفرص والعارضات اللي نابت على الحارس فيمكن حرمت الفريق الرجاء البيضاوي من 3 نقاط. اللي كيبقى هو المشوار ديال الفريق في المنافسات القاريه يكون جيد باش يخلي اللاعبين حتى هاد اللاعبين في المباريات الجايه ديال البطوله ياخذوا المكانه ديالهم. نعم 5 مباريات اللي جراها فريق الرجاء البيضاوي خلال هذا الموسم وبقيت كنتظروا 4 مباريات. سي مجيد الخال ربما هذه الطريقه اللي كنا كنتكلموا عليها انا وسي المنعم محمد هي ربما الاعتماد على اللاعبين الشباب. جمال السلامي عدد كبير من اللاعبين يعني المدرب الى جاء يقحم 4 أو 5 اللاعبين في مباراه رسميه في البطوله الوطنيه الاحترافيه واكتشف او لا بقى فيها غير لاعب واحد هذا الربح ربما الفريح لاننا غنشوفوا سفيان رحيمي او لا زكريا الوردي اللي كانوا ربما غائبين ما كانوش مع الفريق يعني تعطاتهم الفرصه استغلوها وهما كنشوفوا المكانه ديالهم يعني حقيقيه من الركائز اصبحوا من ركائز الفريق وكنشوفوا سفيان رحيمي كسب الرسميه ديالو بشكل كبير يعني هذه الطريقه اللي كيعمل بها جمال السلامي لو خدموا عليها عدد كبير من المدربين في الفرق الوطنيه ما كناش غنشوفوا عدد كبير من انتدابات يعني بالنسبه للاعبين. اسي لكم المدربين في المدرب كتعطيه الصلاحيه انه يدير اللي بغى راه كيبدع. احنا في المغرب المشكله هو انك انت مطالب بالنتائج من الفيسير من كيسلموا لك كتسين لك الكونطرا وكتهز السوني ديال الفرح من تما كطالب انك تحقق النتائج. فكيكون عندك الدور الاخضر انك تخدم في الفريق بالشكل اللي بغيتي انت راه ضروري انك تبدع. السلامي جا في واحد الفتره لانه لقى فريق الرجاء البيضاوي انه نوعا ما كان واحد الاستقرار على المستوى التسييري القام انه رئيس سوا يدير بروجي على المدى المتوسط والمدى البعيد هذاك الشيء علاش تساير معاه وعطاه الفوفير ويعني وخلاه انه يتعامل زائد الاكراهات لانه كل ما كانش كنظن ان اللاعبين اللي مصابين وانا ما كانوش غيلعبوا هاد اللاعبين لانه خص النقاط لان النقاط ديال المقابله الذهب هما اللي كيكون عندهم فرق في كتكون في النهايه ديال البطوله. صحيح صحيح نرجع لك انا تفكرت كنا كتهضروا تفكرت على الراحل اوسكار هو اللي كان واحد الوقت مشى للفرق الرجاء البيضاوي وجا الفرق البيضاوي ولا كيقحم لاعبين شباب يعني ذكرونا زكريا عبوب لعب على 17 سنه ناطير امير الرباطي يعني عده لاعبين جا الوداد كذلك لعب شمس الدين لعب القادوري لعب عده لاعبين ونجح. إذن راه كاين في الفرق الكبرى كاين المنتوج خاصها المدرب تكون عنده الثقه وتكون عنده الدور الاخضر وكنا تفكرنا شحال هذيك كان فريق الرجاء البيضاوي كنظن في 88 89 كان جاء غير كان لعب لاعبين شباب وكانوا لاعبين يعني دي كادر كانوا في فريق الرجاء البيضاوي وتمكن انه يحطهم ولعب لاعبين شباب اللي داروا كارير نذكروا باصير نذكروا عنيبه مونتاري يعني عده لاعبين اللي قدروا انهم يسيروا واحد 5 6 سنوات مع فريق الرجاء يعني انا هذا الشيء كامل الشخصيه ديالو كتكون قويه خاص لا الشخصيه ولكن انا كنطلب من المكاتب المسيره انك فك تجيب مدرب يعني خصك دير معاه يا اما جيب لي لعابه اللي جاهزين انه غيلعب على الالقاب واما قول لي راه انت رايي خصنا النتائج ولكن مرمرق حب لاعبين اللاعبين صح عامل حتى ديال الجمهور لان الجمهور قبل الجمهور سي منعم غيطلب النتائج لا النتائج غير الجمهور اللي كنطلب انا اللي كيبان لي خصو يدار هو ان بدايه الموسم هذوك الفرق كل الفرق يعني كتعطي واحد البرنامج ديالها باش الجمهور كيتعايش معاه لان كنوضح لك هذه السنه راه حنا مثلا واحد المده وكنشاركوا في البطوله الافريقيه وكنشاركوا يعني في واحد المستوى عندنا لاعبين كتجي واحد الوقت هذوك اللاعبين اما كيسالوا العقود ديالهم او صافي يعني السن ديالهم واحد الوقيته ما كيبقاش يسمح لهم انهم العطاء ديالهم يعني في هذاك الفريق العمل ديال الاداره كيبقى على المدى البعيد دونك اللي كيبقى هو ان كنوضحوا الرؤيه ديال 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 الفريق لي زوبجيكتيف ديالو شنو هما الاهداف ديالو المرسومه واش تكوين فريق يعني راه غادي ندير واحد غوسيكلاج ديال الفريق وغنطعموه بالشبان ديال الفريق يعني هذوك الشبان راه ماشي نجي نطلب انا ملي غندير دي جون غنطلب غندير بطوله طبيعه الحال هاد الجمهور بهذوك يعني كتوضح ليه شنو
هذوك اللاعبين كيكونوا شبان ولكن امتى كيكبروا؟ كيكبروا في المباريات. هذوك المباريات شكون اللي كيساعد الفرقه ولا هما؟ هو البيبليك. دابا البيبليك راه كيامن هذاك اللاعب ولكن كيطالبك بالنتيجه. واحد القاسم ما كيبقاش كاع يبان لي هذاك اللاعب راه لعاب ديال فريق الشبان ولا هذا. دونك ملي كندير معاك ان لي زوبجي كنوضحهم، عندنا منخرطين، عندنا الجمهور، يعني كدير واحد الندوه كتشرح فيها هذا وشنو هما اللي حددنا الاهداف مع المدرب. مباراة فريق الجيش الملكي وفريق الوداد كلاسيكو اللي انتهى بهدف ثمين الفريق الوداد، يعني كلاسيكو واخا ما بقيناش كنشوفوا بين قوسين يعني ديك نفس الحماس ونفس الحماس، لان كنا كنشوفوا كلاسيكو الجيش والوداد، كلاسيكو الجيش والرجاء في مركب محمد الخامس والفتح ايضا والجيش، يعني ما بقيناش كنشوفوا ديك الحلاوه ديالو. على العموم المباراة اللي انتهت بنتيجه هدف ثمين، قراءتكم للمباراة؟ عدد كبير من المحاولات اللي كلا الطرفين، وكانت سيطرة ديال فريق الوداد البيضاوي بكم ديال الفرص اللي ضاعت لفريق الوداد، لانه شفنا كيفاش دخلوا في مقابله وكل الوداد سجلات في هذيك الدقيقه الاولى هذيك الهدف اللي كتصدي رائع ديال الحارس بعيو، كانت مقابله غتغير تماما، لان فريق جيش ملكي غيخرج باش يقلب على هدف التعادل غيخلي لي سباس. هذا الشيء اللي كيمتاز به فريق الوداد البيضاوي، لانه منذ تولي داني حسين عموته فريق الوداد البيضاوي فكيكون يعني التقنيه اللي عند اللاعبين سيرتو في لاطاك كيهبط له بلوك وكيلعب على لي كونتر كيسجل اهداف كثيره. شنا يعني من بعد الاقصاء ديال فريق الوداد من الكاس العربيه شنا الرجوع باش يعرف الهويه ديال فريق البطل ولا الفريق ديال الفرق الكبرى، وانه ما تاثرش. شنا النتائج، فاز ب 4-0 يعني في مقابلتين متتاليتين، وشنا الطريقه اللي فاز بها على فريق الجيش الملكي. يعني كانت استحواذ ديال الكره كانوا كيلعبوا بكاد 2-3-1 اللي كنعرفوا على زوران منذ المجيء ديالو، رغم انه بين قوسين كاين مشاكل تقنيه في فريق الوداد البيضاوي سيرتو في الطاقم، لانه كان غياب ديال المعيد البدني تعاقدوا مع هذا الاسبوع، كاين المجيء ديال عبد الاله صابر ابن الدار اللي تاول التحق، والذهاب ديال فؤاد السحابي اللي ما كانش كورونديز ما بينه وبين المدرب، ولكن هذه من يعني تحسب للرئيس سعيد نصيري انه فضل انه يحافظ على المدرب لانه كاين استقرار في النتائج ايجابيه، رغم انه كاين المحافظه على المدرب من قبل الرئيس، الا ان بعض جماهير الفريق الوداد كطالب الرحيل ديال زوران. لا انا اللي يثلج الصدر هو انه كتبان لك العلاقه دي بين اللاعبين والمدرب اللي هي جيده، كتبان لك في اي لاعب كيسجل هدف كيمشي يحتفل مع المدرب زوران، كتبان لك بانه كاين علاقه وطيده وان اللاعبين متشبتين. راه احسن حاجه في ميدان التدريب وانه اللاعبين يكونوا قراب لك لانهم كيعطيو هذاك الشيء كاع اللي عندهم. كنظن انه الثقافه التكتيكيه ديال اللاعب زوران ديال المدرب زوران مع اللاعبين ديال فريق الوداد البيضاوي كاين واحد التجاوب، حتى اللاعبين اللي كيكونوا بدلاء، راه شفنا دابا كان اوك لعبوا حتى الدوزيام ميطا ولكن دخل عطى الاضافه، شفنا اللاعب حداد هذاك ولا عطاه واحد يعني حريه في اللاعب اللي ولا كيلعب في الدروات في لاكوش ولا كيكري دي زوكازيون اللي هما كثار. اللاعب الكعبي اللي باقي ما لقاش الريتم ديالو في البطوله الوطنيه لانه الذهاب ديالو الاحتراف وانه ما كيشراش مقابلات كبيره، الرجوع ديالو للبطوله الوطنيه باقي ما لقاش الايقاع في ظل انه تشتت ديال الذهن ديالو انه واش غيرجع للفريق الصيني واش غيكمل مع فريق الوداد البيضاوي. يعني لحد الان المشكل اللي عند فريق الوداد البيضاوي هو في الدفاع، لانه الا كان غايب اللاعب كومارا غيقهم مشكل، لانه لا انت في البدايه ديال السنه خصك تنتدب لاعبين لان اللي غيسيروا معك الايقاع مثلا كاين داري وكاين كومارا خاص لي دوزيام ديالهم حتى هما يكونوا واجدين، لانه هذا هو المشكل دابا للفرق الجمهور الوداد البيضاوي اللي كيهضر عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، لانه انتدابات كانت نوعا ما ماشي على المقاس، لان غياب اللاعب جبران غياب السعيدي ما لقيناش، ولينا لعبنا كادارين ميلو تيران ديفونسيف، الغياب ديال الناهيري هو دابا كادارين اللي خصو يعني جزئيات بسيطه يولي لاعب كبير، لانه بالامس دار كل شيء اوفونسيف عطى زياده كبيره من الكوتي ديفونسيف وقطع كواري بزاف. يعني على العموم فريق الوداد البيضاوي كتبان بانه هو دابا تصدر البطوله الوطنيه، رغم انه الفرق بينه وبين فريق المغرب التطواني يعني نقطه واحده مع مقابله ناقصه فريق الوداد البيضاوي، يعني كتشوف بان فريق الوداد البيضاوي رغم انه كيلعب الكاس العصبه الابطال تعينوا على البطوله الوطنيه. بالرجوع لفريق الجيش الملكي سي منعيم، كنشوفوا حارس محمد باعيو قام مباراه رائعه ورائعه ورائعه جدا، تحيه لمحمد باعيو من هذا المنبر، لانه عدد يعني الكرات اللي تصدى لها الحارس، يعني لولا ما كانش هو كان فريق الجيش الملكي غيتلقى اكثر من هدف
من قبل فريق الوداد البيضاوي؟ اكيد، لان كان عندك حارس اللي كيكون في المستوى الكبير اللي كتحس براسك يعني عندك اطمئنان، لان ما كانش عندك حارس المستوى واخا دير اللي درتي ملي كتجي كره وحده كتدخل يعني كلشي داكشي كيمشي كيتضرب في صفر. بالنسبه للمباراه ديال البارح، مباراه ديال انك تشوف ان الفريق ديال الجيش الملكي يعني ما غامرش كثير، لانه كان لعب بواحد الشكل يعني غالق جميع الممرات الفريق الوداد يعني، ومره كيحاول يباغت الخصم. مساله ديال 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 الوداد مع الطاقم التقني وهذا يعني ما كنعرفش انا. بعض الاحيان كلشي كيطالب بتغيير المدرب، ملي كتجي تشوف كتلقى النتائج مثلا غادا، واخا تكون النتائج ماشي هم يعني راه ما يمكنش غتربح جميع المباريات، ما يمكنش غتنهزم جميع المباريات، راه كل مباراه الحاجه الوحيده اللي خصو يفهم. يعني بعض الاحيان راه واخا ترجعني للنقطه اللي تكلمنا عليها قبيله ديال الجمهور، لان الجمهور كما قال مجيد بالنسبه لان بعض الفئات كتطالب رغم النتائج، يعني راه واخا يدير اللي دار غتبقى ديك الفئه كتطالب بتغيير المدرب مثلا. اللي كيهمنا حنا عودنا عليها لاننا كنشوفوا عدد كبير من المدربين كيحققوا نتائج ايجابيه وبعض المرات كيحققوا القاب وكنشوفوا الاقاله ديالهم فور ذلك. سي نعيم، ربما هنا المدرب الى بدا كيشتغل وكيحقق نتائج ايجابيه غيولي يقول يبقى على سؤال لا ما بس ما خصنيش نولي نخسر مباريات باش نبقى في الفريق. يعني بالنسبه للفريق، الفريق اولا حتى هو مشارك في بطوله افريقيه ومشارك في الدوره في البطوله العربيه. العائق اللي كاين هو الطاقه البشريه ديال اللاعبين، لان المجموعه لعبت واحد المده طويله وهي كتلعب مباريات، يعني نفس التركيبه البشريه نفس التشكيله، يعني خلات حتى واحد ما كيبقى يقلب على البديل. يعني ملي غنديروا لي ريكروتمون كنديروا دي ريكروتمون، شحال مره كنسمعوا لاعبين وقع الفريق الوداد فسخ عقد ديال هذاك اللاعب، يمكن لعب مباراه ولا ما لعبش، وكتبقى نفس التركيبه البشريه. ملي كيوقع المشكل ماشي مشكل، ملي كتولي عندك اعطاب لان ساتوراسيون، راه اللاعب كيبقى يلعب ما كيبقاش يعطي، كيجي واحد الوقيته كيولي لي بليسور غير من لا شارج. دونك هنا كما قال في لي كومبارتيمون ما كاش عندنا البديل، لان ملي كيمشي لك اللاعب كتولي تقلب على ان لاعب يدير لك شويه لا بوليفالونس مثلا بحال غتقضي به هذاك المباراه. دابا هذا هو اللي خلى الوداد النتائج ديالها وخلى هذاك الضغط عليها والجماهير، هو اللي خلى هذه المسائل هذه، لان خص كما كنقولوا فرق كبيره في لي ريكروتمون ديالها. مساله ديال مثلا نهضروا على الكعبي، الكعبي عندي كاعاره هذاك اللاعب كما قال راه ذهنيا راه كيلعب معك مباريات، ولكن راه كيفكر غيرجع. نعم، اش غيوقع ثاني عنده تما؟ واش غادي يمشي؟ واش غيلعب؟ واش غيصيفطوا الفرق؟ يعني كاين ان بروبليم بالنسبه للاعبين، ما عنديش قطاع الغيار بالنسبه لا ديفونس، ما عنديش بحال دابا ملي مشى السعيدي ولا بروبليم عندي ميلو تيرا باش ندير لي كومبونسونساسيون ديال واحد اللاعب اللي هي نفس الدور. اشاك فوا كنبقى نجرب واحد بواحد، النقاش بغى تيسبوندا خصني البديل، يعني هجوميا كنبقى عندك واحد الخمسه اللعابه كتبقى تدورهم مثلا باش تعطي لو بلوس. اللي كيبقى هو هذه الفتره هذه ديال فريق الوداد، لا فريق الرجاء ولا الفريق اللي مشاركه، يعني دار لهم واحد لاجيستيون حتى تكمل، حتى تجي ديك الفتره ديال انهم ما يبقاش يشاركوا هذه المشاركات. نعم، يعني حتى دار لا دات ويلعبوا البطوله. ملي كيلعبوا البطوله عاد كتقاد الفرق كيتقادوا وما كيبقاش داك الضغط الجماهيري. وكنظن على ان يخليوا المدربين يشتغلوا، لان شفنا بزاف ديال المدربين في هذه الفتره هذه يعني خمسه المباريات ولاو يعني يستحل البطوله ما نكملوش العام حتى غادي يمكن كلشي يمشي. نعم جميل، بالرجوع للمباراه سي مجيد بقات لنا دقيقتين نقسمها دقيقه على كل طرف. ربما بالرجوع للمباراه كنا كنشوف فريق الوداد ما سجلش الهدف وكان كيبحث بطريقه او باخرى على تسجيل الهدف اللي لاحظناه مع عبد اللطيف نصير، كان كيطالب بضربه الجزاء اللي ما كانتش، يعني باش نعطيو لكل واحد الحق ديالو ما كانتش يعني ضربه جزاء 100%، الشيء اللي خلى حكم المباراه يتلقى يعطيه البطاقه الصفراء، وايضا التدخل ديال علي بامعمر واللي اصفر على
بطاقة صفراء ثانية وطرد مباشر من المباراة. يعني لحسن الحظ أنها جت الآخر الآخر لحظة، لو جت في بداية المباراة كان يتلقى الهزيمة قاسية صحيح. ولكن فعلى العموم يعني حتى اللاعب اللي كان كيلعب ميلو ديفونسيف بجنب اللاعب النقاش في الخروج الداري رجع لعب حدا لعب في الفلاكس يعني كان قبل البلاء الحسن وبان بأنه عنده تجربة في هذاك البوست، لأنه كما قلت لك عند الوداد عنده مقابلة مؤجلة ضد فريق بني ملال يوم الأربعاء وعنده ديربي يوم الاحد، وانا كنعرفوا القيمه ديال الديربي في يعني في بطوله وطنيه، وكنعرفوا حتى القيمه ديال الديربي عند اللاعبين لانه كاين شي لعابه دازوا فرق رجاء البيضاوي الديبار ديالهم كان من الديربي. كنتمنى كما قلت لك ان فرق رجاء فرق الوداد البيضاوي يعرف بانه كاين خصاص، وسيرتو انه عند كاينه جايه دابا فتره الانتقالات شويه انه ينتدب لاعبين ليسد الخصاص، لانه كاين مشكل من ناحيه التركيبيه من ناحيه التركيبه البشريه سيرتو في لا ديفونس، لانه في لا ديفونس والميليو ديفونسيف راه كاين مشكل فرق من دقيقه سيمنا ما عندكم تضيفكم مني والحلقه لا غير ما نحيدوش الجيش يعني نحيدو له كل شيء، لان البارح كانت تاهي في المستوى غير ما عرفوش كيفاش يسجلوا لانهم كانوا مصطدم مع فريق حتى هو اللي عنده الطموح ديالو انه يكسب ثلاث نقاط باش يبقى في صداره ديال الدوري. بالنسبه للمباراه ديال الديربي، مباراه الديربي هي المقياس المعيار ديال كره القدم ديال الدار البيضاء. نعم، ومباريات الديربي كيف ديما كتلعب على جزئيات بسيطه، وكيف قال مجيد كتكون مهمه بالنسبه للاعبين اكثر من 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 المدربين. اكيد لان المدربين يعني كي كيتلقى كي اولا كيشرف على تدريب فريق ما لا فريق رجاء فريق الوداد. على العموم كنتمنوا كامل التوفيق للفرق الوطنيه. وصلنا بكم مشاهدينا الكرام الى نهايه عدد اليوم من برنامجكم الاسبوعي. قبل توديعكم اودع ضيوفي الكرام حاضر معنا في حلقه اليوم سي مجيد الخال اطار الوطني، شكرا لك على تلبيه الدعوه. شكرا لوان، وشرف لي ان حضرت مع سي منعم اللي بعد سنوات صداقه ديال الطفوله. وسي منعم ايضا الاطار الوطني كنشكرك على اثراءك الحوار وحضورك معنا في حلقه اليوم. عفوا سي رضوان، حتى انا بدوري كنشكركم ونشكر سي مجيد اللي غبر عليا، وكنشكر المشاهدين الكرام. وبدوري ايضا كنشكر الطاقم التقني والصحفي والاداري على انجاح وانجاز حلقه اليوم، واضرب لكم موعدا في حلقه اخرى وجوله جديده من جولات البطوله الوطنيه الاحترافيه. اطيب المنى، الى اللقاء.